Thank you.
يره أحد من البشر قال أما نحن فكما تعلمنا من الأسفار المقدسة هكذا نؤمن وهكذا نعترف بك إله ما جاء لك له وابنك المساوي لك من جوهر روحك المعادل له بالعرش. ففي العهد القديم قد أرينا سورة الفيروسفي يكسر بظهور كائنا من آباء إبراهيم بهيئة ثلاثة ملائكة وعند كمال الزمان من تجسد ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح من الدائمة اليتيمة مريم واعتماده في الأردن من يوحنا وتجليه الصادر على الأمور وصعوده المجيد في جبل الإيمان وتمنحهم نعمتك ومراحم ومحبتك للبشر لأنك أنت تقدسنا ولك ترسل المجد من الموت